استشهد عدد من المدنيين بينهم طفلان وأصيب 6 آخرون في تجدد القصف المدفعي والصاروخي للميليشيات الحوثية على عدد من الأحياء السكنية بمدينة تعز. وأفاد شهود عيان بأن إحدى القذائف التي أطلقها الحوثيون سقطت على حارة الضربة بحي المسبح. قتل مدنيان بانفجار لغم أرضي في منطقة العروق جنوب مدينة تعز. وقال سكان محليون بأن أحد موزعي الخبز ورفيقه قتل في انفجار اللغم الأرضي أثناء مرورهم بدراجتهم النارية بطريق السويدة. هذا ويقدر خبراء عسكريون عدد الألغام التي زرعها الحوثيون في المحافظات اليمنية ب 250,000 لغم أرضي، منها 100,000 لغم في محافظة عدن. وقد اتهم مدير قسم الأسلحة في منظمة هومن رايتس واتش ستيف غوس الحوثيين بأنهم يقتلون المدنيين ويتسببون بتشويههم بالألغام الأرضية، مشيرا إلى أن الألغام المضادة للأفراد هي أسلحة عشوائية يجب عدم استخدامها تحت أي ظرف. استدرج رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 10 مسلحين حوثيين إلى جبل شيحاط شرق مدينة الحزم وحصروهم بعد قطع الإمدادات عليهم. وأوضح مصدر في المقاومة أن المسلحين الحوثيين اضطروا إلى التسليم بعدما وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل الجيش الوطني والمقاومة. هذا وقتل 6 مسلحين حوثيين في هجوم شنه رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة العقبة شمال مديرية الحزم بمحافظة الجوف. وسيطر رجال المقاومة والجيش خلال الهجوم على عدد من المواقع في المنطقة وغنموا أسلحة وعتادا عسكريا كبيرا. قتل وأصيب 10 مسلحين حوثيين في كمين استهدف دوريتهم في منطقة العرفاف بمديرية دمت بمحافظة الضالع. طلب مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف اليمنية باستئناف المحادثات في أسرع وقت دون شروط مسبقة. كما طالب المجلس في بيان صادر عنه بتنفيذ كامل للقرار 2216 والالتزام بتعهدات المعلنة خلال جولة المحادثات التي جرت في ديسمبر الماضي.